كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار المهمه، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع لجنه ضبط الاسواق واسعار السلع بعد الاجراءات اللي اتخذتها الدوله في الفتره الاخيره، واللي تضمنت توفير النقد الاجنبي والافراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي لمنظومه النقل الذكي على الطرق ITS السريعه، واكد على اهميه المنظومه في تحقيق السلامه على الطرق السريعه وفقا لاحدث الأساليب المستخدمة عالميا. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وأكد مدبولي الحرص على عقد هذا اللقاء بصورة دورية، وهو ما يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة. وقال رئيس الوزراء: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة والأمانة الفنية الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية بعد الإجراءات اللي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، واللي تضمنت توفير النقد الأجنبي والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة. خلال الاجتماع تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حالياً بين وزراء ومسؤولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، وده في اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام بمتابعة موقف المنظومة بصورة دورية، مشيراً لأهمية المنظومة في تحقيق السلامة على الطرق السريعة عبر التحكم في حركة المرور إلكترونياً بما يسهم في تقليل الحوادث والمخالفات المرورية والحفاظ على البيئة وفقاً لأحدث الأساليب المستخدمة عالمياً في هذا المجال وبما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لخطة التدريبات المشتركة اللي بتنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية، نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحري المشترك مدافع الإسكندرية اللي استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 7 بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي، اللي استمر فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وبيأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.